هلو فريندز، النهارده هناخد الاديشن لجريد 2. ازاي اطفال هيعملوا اديشن بطريقه سهله جدا وهتسهل عليكم انتوا كمان. يلا بينا نبتدي الحلقه. هنبتدي باكزامبل على طول. 16 plus 32 will be equal كام؟ اول حاجه هنعلمها لاطفالنا ان هم لازم يجوا في الدرافت على جنب ويكتبوا الارقام تحت بعضها، ونخلي بالنا ان هم يكتبوا اليونتس بتاعت اول رقم تحت اليونتس بتاعت تاني رقم، التنز بتاعت اول رقم تحتها التنز بتاعت تاني رقم، زي كده اهو. كتبنا 16 بلس تحتها 32، ال 6 تحتها 2، وال 1 تحتها 3. هناخد اليونتس نبتدي بيها ال 6 وال 2 ونبتدي نعمل لهم ادينج. هنعلم هنا الطفل طريقة سهلة جدا. put the bigger number in your head and the smaller number in your finger. البيجر نمبر هنا هو السكس، يحطه في دماغه، والتو على صوابعه هيطلع صباعين. and count after the bigger number. after six will be seven, eight. so six plus two will be eight. بعد كده هناخد التنز اللي هي هنا عندي one and three، ونبتدي نعمل لهم adding. هشوف الاول فين البيجر نمبر، هو 3. I will put it in my head. put the bigger number in your head، فهو 3. and the smaller number on your fingers اللي هو 1. يبقى after 3 will be 4. so 3 plus 1 will be 4. so 16 plus 32 will be 48. هروح اكتبها عادي بقى، جبت المسألة عادي سهلة. ناخد مثال أصعب شوية. نبتدي نصعب المسائل. 507 plus 217. اتفقنا إن أول حاجة الطفل هيعملها هيجي على جنب في الدرافت وهنكتب الرقمين تحت بعض. اليونتس تحتها يونتس، التنز تحتها تنز، هندردز تحتها هندرد. بالطريقة دي 507 plus 217. اليونتس تحت اليونتس، التنز تحت التنز، والهندردز تحت الهندردز. لازم اخلي الطفل يكتبهم صح علشان ساعات الاطفال بيكتبوها متزحزحة شوية، فبيقوموا مدخلين التنز على الهندردز وهو ده اللي بيلخبطه. طيب نطبق القاعدة بتاعتنا. put the bigger number in your head and the smaller number on your fingers. هنا الاتنين قد بعض 7 و7 فاول خانة اليونتس، فمش فارقة هنحط 7 in your head and 7 on our fingers. so after 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى 7 plus 7 will be 14. هحط ال 4 and carry 1 على ال 10s. هحط ال 1 فوق ال 10s. وامسك خانة التنز 1 plus 0 will be 1. 1 plus 1 equals 2. so 1 plus 0 plus 1 will be 2. بعد كده امسك خانة الهندرد so 5 plus 2. put the bigger number in your head 5 and the smaller number on your fingers 2. and after 5 will be 6, 7. so 5 plus 2 will be equal 7. أظن سهلة جدا. so 507 plus 217 will be 724. example تاني. 430 plus 152. اتفقنا هنروح الدرافت ونكتب الرقمين تحت بعض، واليونتس تحت اليونتس، التنز تحت التنز، والهندردز تحت الهندردز. 430 plus 152.
هنبتدي بخانة ال units ال 0 and 2. Put the bigger number in your head and the smaller number on your fingers. طب 2 plus 0, 0 مش هيبقى فيه حاجة on my fingers, so it will be equal 2. بعد كده خانة ال tens 3 plus 5. Put the bigger number in your head 5 and the smaller number on your fingers 3. And after 5 count 6, 7, 8. So 5 plus 3 will be equals to 8. وآخر حاجة ال hundreds 4 plus 1. 4 the bigger number in my head and 1 on my finger. After 4, 5. So 430 plus 152 will be equal to 582. That's all for now. يا رب تكون الحلقة عجبتكم والطريقة سهلة وبسيطة. الحلقة الجاية هناخد الـ word problems وازاي اقدر افرق ان دي addition ولا subtraction, multiplication or division. See you in my next video. Bye bye.